السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح القهوة. طبعا اليوم أنا رجعت لكم بفيديو، يمكن إلي أسبوعين ما نزلتش فيديو، معلش سامحوني. انشغلت والله كثير، وفتحنا مطعم، طبعا مطعم أكل شرقي، أنا وجوزي وولادي، وفتحنا وانشغلنا فيه، فما صح لي أنزل لكم فيديوهات. فطبعا الأحد اللي فات حكيت بدي أنزل وانشغلت، بس الأحد هذا عملت الفيديو هيك يعني، بس عشان أحكي لكم ليش طولت الغيبة عليكم، وإلي أسبوعين ما نزلتش أي يعني فيديو على قناتي. طبعا هنا صحيت الصبح وعملت قهوة وطلعت أتفكت زرايعي وأسكي الوردات، حرام عطشانين لهم ثلاثة أربعة أيام ما سكيتهم، وراح أشوف النعناع كيف صار. النعناع عندي بعد ما أكلته في الحوض بلش يطلع يعني، طبعا هذا الريحان والزعتر، وهذا النعناع شايفين ما شاء الله. والبطيخاتنا أكلنا منهم ثلاث، وهي في كمان ثلاث طالعين. خلص هذا البتنجان طبعا بدي أخلعه، لأن بدنا نكرب السور شوية ويبنوا لنا إياه من أول وجديد من جهة الشارع. طبعا هون فتحت المية وبلشت أسكي بالنعنع، زي ما بنعرف النعنع بده كثير طبعا مية على بين ما يطلع وينعنش. طبعا احنا هلا داخلين على فصل الخريف، فصل الخريف كلنا بنعرف انه جميع الشجر والاوراق ببطل يعني ببلش انه يجف، والاوراق بتبلش تذبل وتيبس طبعا في فصل الخريف وتتساقط، بس الحمد لله لساتنا هلا كل شيء تمام. طبعا بعد ما شربت القهوة وسكيت ورداتي وقعدت شوي برا، طلعت بدي أولادي طلبوا مني أعملهم معكرونة مع الكريدس بالصلصة البيضة وكمان السمك. طبعا أنا وزوجي اليوم معزومين لبرا، فيعني بس حبيت أني أعمل شغلة بسيطة للأولاد. بدي هون أنا طلعت بدي أروح على كروجر بدي أجيب لهم المعكرونة والشريم، أغراض المعكرونة مش عندي، فطلعت بدي أجيب لهم الأغراض من السوبر ماركت الكبير اسمه كروجر. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. طبعا أنا ما حكت لكوش عن فكرة إن بدنا نفتح مطعم، كنا نجهز للمطعم أنا وجوزي الحمد لله رب العالمين، وتم الافتتاح، وإن شاء الله يمكن الفيديو اللي جاي أو اللي بعديه إني أصور لكم المطعم، وهيك يعني لقطات بسيطة اللي أنا ما صورت لكم في هذا الفيديو، بس حبيت أحكي لكم. الحمد لله رب العالمين، الله يرزق الجميع ويبعث الخير للجميع يا رب. طبعا هون أخذت عرباية هلا حطوا بلشوا ينزلوا ورود الخريف والقرع والأشياء هاي اللي بتتناسق وبتتماشى مع فصل الخريف. رح أخذ هنا وردتين من هذول الورود الحلوين، ورود الخريف. شوفوا لي ما شاء الله هالألوان الحلوة اللي بتفتح النفس بتجنن. هلا الواحد بيحتار شو بده ياخذ أي لون، فأنا قررت أخذ اللون هذا النهدي على فوشي واللون الأصفر. أخذت هاي عود رجعتها، حسيت هيك شوي لونها كامس فرجعتها، وراح أخذ اللون الأصفر الطبيعي المفرفح. فطبعا هدول بدي أزرعهم قدام البيت إن شاء الله، إذا صح لي اليوم، إذا ما صح لي أكيد رح أزرعهم يوم ثاني. طبعا أكيد بعد ما أروح من الشغل رح تكون المعتمة شوية، فاحتمال إنهم يضلوا للاثنين الجاي، لأن إحنا بنعطل بنسكر مطعمنا يوم الاثنين، علشان يوم السبت والأحد الناس بكونوا معطلين فبحب يطلع على مطاعم، فقررنا نسكر يوم الاثنين. شوفوا لي هالورود اشي بجنن، شوفوا أحلى هاي الوردة كتير حلوة بتجنن. طبعا دائما الورود بتجمل البيت والمكان وبتريح نفسية الإنسان سبحان الله. شوفوا ما أحلى ألوانهم. طبعا هون انا هلا رح ادخل على الماركت، دخلت طبعا ورح اجيب هيك كم من غرض خفاف، يعني مش عامله شوبينج كثير علشان احنا واولادنا في المطعم، فبتلاقينا
خلص بنتغدى، والولاد لما بروحوا قبل ما يروحوا بياخذوا طلباتهم من المطعم، فصار الجروسري والشوبينج تاع البيت قليل جدا. فبجيب لما بعطل الأشياء اللي بدنا إياها نحتاجها بهذاك اليوم، شغلات سناكات بسيطة يعني في الليل إذا الواحد بده إذا جاع يأكل أي إشي. طبعا رح أخذت المعكرونة وأخذت الصوص جاهز برضو، أخذت نوعين من المعكرونة، بس طبعا رح أعمل نوع واحد، النوع الثاني رح أعملهم فيه السلطة باردة بس مش اليوم طبعا. الحمد لله رب العالمين. في إلنا دواء كمان جيت هون على الصيدلية بنفس الماركت، طبعا بعبولي فيه وحكيت خليني أفر اللي فر على بين ما تمضى هالربع ساعة وأخذ الدواء وأدفع وأطلع طبعا على البيت عشان أخلص أموري على البدري. طبعا هون حاطين أشياء للخريف، شموع، هدول الحرمات كتير حلوين وناعمين، شوفوا ما أحلى هالشمعة وريحتها بتجنن. طبعا شموع الخريف مميزين، تلاقي على ريحة الكرفة وريحة جوز الهند والتفاح، يعني روائح جدا جدا رائعة. شوفوا لي ما أحلى هالمقات هذول، بس أنا الحمد لله عندي كثير مقات، فبس أنا بحب هيك خلاص سبحان الله الأدوات المنزلية بتلفت انتباهي كثير وبحبها. وأكيد في زي كثير من الأمهات والبنوتات، فبحب دائما أتفرج عليهم أشوف أسعارهم، إذا بحاجة لإشي بشتري، إذا مش بحاجة لإشي خلاص. شوف الصواني هذول بتجنن، صواني للتقديم لكل إشي. إذا سمعت الصوت طبعا أنا كنت جالسة برا وصوت سيارات رايحة جاية، طبعا هذا منتجته بالليل وكملته ثاني يوم الصبح على رواكة قعدت برا المطعم. طبعا هنا هلأ بلشوا ينزلوا كمان فصل الخريف، وبيجي بشهر 10 عيد المسخرة. طبعا هو العيد هذا مسخرة عن جد مسخرة، وطبعا كليتها بدع هاي الأشياء، بس سبحان الله خلص هون بأمريكا وبأوروبا بيحتفلوا بهاي الأشياء. طبعا هم ديانتهم مختلفة عننا وطقوسهم وعاداتهم مختلفة عننا، فإحنا الحمد لله يعني أولادي عارفين هذا الإشي إنه الأعياد هاي ما بنحتفل فيها وإنها منش من أعيادنا، هم عارفين بس الأعياد تبعونا اللي هو عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الإسراء والمعراج، هدول أهم شيء. فحتى عيد الميلاد وعيد الأم لما بيجوا هم بكونوا عارفين إنها بس هيك أشياء روتينية، يعني مش إشي مهم كتير كتير، بس يعني خلاص بنجاب البعض بكالب كيك بباكت ورد مش أكثر من هيك. فطبعا هنا أنا أخذت الأغراض اللي بدي إياها طبعا، وبلشت هنا أشيك على تشيك أوت، طبعا سيلف تشيك أوت اللي أنت يعني بتاخد أغراضك وبتشيكي عليهم وبتدفعوا بنفس الوقت. طبعا هون انا بدي اخلص وارجع على البيت اطبخ طبخة اولادي، علشان بعديها انا وزوجي معزومين بدنا نطلع نتعشى برا، وبدي يعني ارتب اليوم اللي بقعد فيه الوحيد. طبعا اذا نكسني اغراض بجيبها، اذا اولادي بدهم اطبخ لهم بطبخ لهم طبخة، او مرات حتى يعني بحبوا يريحوني مثلا بجيبوا من مرة، بس مرات بيشتهوا شغلات انا اعملهم اياها في البيت، الاشياء اللي بحبوها مثل المعكرونات يعني بحبوها كتير ولادي فبطلبوها مني، والأسماك برضو بحبوا الجمبري وبحبوا السمك المقلي. طبعا هون حطيت مية بدي أسلق المعكرونة، وفي على العين الثانية طبعا حطيت زيت نباتي وفرمت له هيك نص بصلة ناعمة صغيرة وفليفلة ملونة عندي بدي أقطعها، لأني بدي أضيف على صلصة المعكرونة بس بصل وفليفلة وثومة. طبعا مع الجمبري أو الكريدس، في ناس بيحكوا لها كريدس، إحنا بنحكي لها بفلسطين جمبري، كل بلد سبحان الله لهم مسمياتهم، بس عادة بالشرق الأوسط طبعا كلنا بنفهم على بعض والمسميات كثير متقاربة وبنفهمها. هون قطعت الفلفل الأحمر اللي هو الفلفل الرومي، أي نوع أي لون عندكم فيكم تستخدموه، فيكم تحطوا فطر، فيكم تحطوا مثلا البروكلي الأخضر، الخضار اللي أنتوا بتحبوها، بس أنا يعني حبيت أكتفي بالفلفل، بيعطيها نكهة كثير حلوة منه، لون حلو وطعم ومفيدة، وكمان نكهتها كثير حلوة مع المعكرونات.
طبعا حوستها مع البصل والزيت، وكنت جايبة 3 أكياس جمبري يعني حجم صغير، بدي أصفيها أغسلها أصفيها وأضيفها على هاي الخضار. طبعا هون أنا عندي هاي النوعية بحبوها أولادي، المعكرونة القصيرة البني ريكاتا. طبعا سلكت علبتين منها وراح أخليها هلا تنسلك على راحتها. ضفت رشة ملح في الماي. طبعا أنا أكيد عاملة معكرونات كثير معاكم على القناة، بس أنا بحب أشارككم طبعا يعني أكلة أو غدانا اللي بعمله لأولادي يوميا. وكنت جايبة كمان من الكروجر الخبز، بدي أحمصه بالفرن مع الثومة ومع الزعتر والزبدة، كثير أولادي بحبوه على جنب المعكرونات، وفعلا هو طيب على جنب المعكرونة. هنا طبعا غسلت الجمبري، صفيته من الماء لساته شوية مفرز، فحطيته على الخضار وخليه يفك شوية مع بعض، وبعدين راح أسبكه أحوسه مع الخضار والبصل وأضيف عليه الصلصة. الصلصة اللي راح أستخدمها صلصة الألفريدو البيضة، طبعا هي فيها نكهات بس أنا دايما بحب أضيف بهاراتي وتتشاتي زي ما بحكوا، دايما بحب أضيف الأوريجانو على وبهار السمك، على إذا بدي أعملها مثلا بشرم أو بسمك بضيف بهارات السمك. هنضفت الزعتر اليابس أو الأوريجانو الحبك ورشة من الفلفل الأسود، وأكيد من الملح. طبعا لابد أن نظبط الملح في كل طبخة، لأن فعلا لو عملنا كل التفاصيل والخطوات في الطبخات وما ضفنا الملح بتضل الطبخة مش زاكية ودلعة وبتضل ناقصة. طبعا هون هلا حركت الجمبري او الكريدس مع البصل والخضار وحميت الفرن. هلا الخبز هذا بدي احمصه بالفرن، بحطه بصينية دهنتها هيك بدهنة زيت او فيكم ترشوا بام، وتحطوه يتحمص على درجة حرارة 400، بتحمص شوي من تحت وبتحمر من فوق، بيعطينا طعم كثير كثير رائع عجب بالمعكرونة. طبعا الشريم او الجمبري ما بدي استواء كثير. ضفت هنا الصلصة البيضة، طبعا أنا عملتها جاهزة فيك تعملوها في البيت، وراح أخليها تتطبخ مع الجمبري والفليفلة والبهارات. طبعا بتذوقوا إذا بدها ملح إذا بدها كمان بهارات بتعدلوا. هنا المعكرونة عندي استوت، راح أصفيها، هي متشربة شوية الماء، راح أصفي المية المتبقية بعدين بدي أضيف عليها الصلصة اللي عملتها معاكم. ما راح أحمرها بالفرن، أولادي بحبوها طرية مرات، وخاصة ما عندي جبنة اللي أحطها فوقيها وأحمرها بالفرن، فراح أضيفها على المعكرونة وحركها منيح مع بعض هيك تسخن شوي. بنفس الوقت برضو بدي أعمل أكلي، عندي هون يمكن 6 حبات أو 7 من سمك التلابيا، طلبوا مني أولاد سمك، أولادي طلبوا مني سمك التلابيا مأكلي على جنب المعكرونة مع الجمبري. عملت لهم خلطة الطحين مع شوية بهارات، معلقة نشا بعطيها كرمشة، وطبعا رشة كمون وبهار سمك وفلفل أسود ملح وثوم بودرة، عصرت شوية ليمون على السمكات هيك بيعطي السمك مع تغليف الطحين طعم كثير طيب. الصلصة هون تقريبا عندي صارت جاهزة. السمك راح أكليه بالزيت، طبعا سمك مكلي، وهيك يعني غداء اليوم رح يكون طبعا غداء أولادي زي ما حكيت لكم أنا وزوجي معزومين. ضفنا هون الصلصة على المعكرونة، رح أخلطها هلا. أول شي ما ضفتها كلها، حبيت أشوف إذا بدها كمان ولا لا، رح أخلطها معها وأشوف إذا بدها كمان باقي الصلصة بضيفها، إذا كانت كفاية رح أتركهم على جنب بس باخذ حبات الجمبري منهم، طبعا بضيفهم على المعكرونة. حسيت هلا بدها الصلصة كاملة كليتها، بضيفتها كليتها. الحمد لله رب العالمين. حبايبي اذا دخلتوا على الفيديو ووصلتوا لهون ادعموني، شير لايك سبسكرايب، شاركوا الفيديو مع اهلكم حبايبكم عشان ترتفع قناتنا. فعلا الاسبوعين ما نزلتش، حسيت قناتي بلشت تنزل، فاللايكات بتساعدني انها ترفع القناة، وتعطوني كمان ساعات مشاهدة اذا بتشوفوا يعني لو جزء بسيط من الفيديو. وانا دايما بنزل فيديوهات يعني ما تكونش كثير طويلة علشان الواحد ما يمل منها،
هون زي ما انتم شايفين حبايبي، بعد ما سخن الزيت بلشت اكل في السمك. السمك التلابيا الفيليه بدون عظم، ما بياخذ وقت كثير، يمكن على كل جهه يمكن دقيقتين، يعني هيك بكون متحمر ومستوي. فزي ما انتم شايفين هلا رح اتابع واكلي جميع الكميه بنفس الطريقه. طبعا هون تقريبا خلصت الكلي زي ما انتم شايفين، بلشت يعني اضيفه على صحون التقديم. والخبز عندي زي ما انتم شايفين اتحمص، المعكرونه جاهزه، وطبعا هلا صار وقت اني اسكب في الصحون لاولادي لانهم اليوم متاخروا في النوم وصحيوا متاخرين وجعانين، فحبيت احضر لهم الغداء اللي لما يصحوا يكون كل شيء جاهز، وطبعا وقت ما اكلوا يتناولوا زي ما بدهم. طبعا بعد الغداء هلا اكيد رح انظف المطبخ واتغدوا الحمد لله. اللهم زدها نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين. طبعا هون بلشت اسكب لهم، ما شاء الله شايفين هالمنظر عن جد. السمك مع المعكرونات مع الخبز المحمص طلع بشهي. ما عملت اي سلطات لاني دائما لما بعمل سلطه على جنب المعكرونه اولادي ما بياكلوا السلطه، خلص بيكتفوا بالمعكرونه نفسها مع السمك او اللحوم اللي فيها. طبعا بعد ما خلصت ونظفت المطبخ وضبطت الاكل، هون طبعا حبيت اعدل مزاجي بفنجان قهوه. طبعا زوجي كان لسه برا مش جاي، فحبيت اعدل مزاجي بفنجان قهوه يعني اصحصح، لانه انا صرت يعني خلص بعد المغرب ما اشرب قهوه الا اذا اضطريت، علشان القهوه بتكلكني بالليل. حبايبي ان شاء الله يا رب تكونوا حبيت الفيديو واستمتعتوا فيه، وسامحوني اذا اتاخرت وطولت عليكم، يعني لي فتره ما نزلتش فيديوهات على القناه، بس ان شاء الله راح ارجع انزل لكم بس تستقر الامور وننظم الامور في المطعم ان شاء الله، واشوف شو الاوقات المناسبه اللي انزل لكم طبخه جديده او وصفه جديده، سواء كانت طبيخ اكل او نوع من انواع الحلويات. ان شاء الله نرجع زي ما كنا من اول طبعا لقناتنا الحبيبه. ان شاء الله رب تكونوا استمتعتوا حبيت الفيديو. طبعا هون فنجان قهوه عربي مع حبه شوكولاته ولا اطيب من هيك، تحلاه، او حبه تمر. طبعا التمر كثير طيب، بس اليوم ما كان عبالي تمر، اشتهيت حبه من الشوكولاته. الحمد لله رب العالمين. شوفوا لي فنجان هالقهوة، فعلا بنادي عليكم، يلا اللي ما شرب قهوة يعمل قهوة عربية ويشربها معي وهو يحضر بالفيديو. حبايبي رح انهي الفيديو هون، وان شاء الله تكونوا حبيت الفيديو واستمتعتوا فيه، واكتبوا لي بالتعليقات، عن جد تعليقاتكم تعني لي كثير كثير، بتجنن، وانا كثير بنبسط لما بشوف تعليقاتكم. شكرا لكم لمتابعتكم لإلي، وباي باي.